إذا إحنا أحبائي الصغار نرحب بالأصدقاء اللي معانا اللي هم أطفال من المدرسة الإنجليزية الحديثة، ونلتقي معهم من خلال فقرات حلوة. أيضا راح نعمل لنا لقاء مع بعض الأطفال اللي موجودين هنا معانا، ونشوف شنو بالضبط اللي راح يقولون لنا. ونرحب في أختكم الصغيرون اللي معانا. أولا قولي لي ماما اسمك بصوت عالي، شنو اسمك حلو؟ دانا محمد جميل. دانا محمد جميل، دانا أنت بأي صف؟ أول متوسط. بأول متوسط. دانا، يعني إحنا دائما نسأل الأطفال الصغار إيش تحبون تقولون، يعني أو إيش تحبون نقول لكم. أنت هالمرة قولي لنا شنو اللي تحبين أنت تقولينه للأطفال، يعني يدرسون في المدرسة، يدرسون الامتحانات ويجيبون علامات عالية، ويقرؤون كثير، وبس. أو بس هذا أعتقد كفاية، يعني يعني شيء كل زين. طيب الحين أنت ذاكرين للامتحان بس، يعني وقت آخر السنة نهاية الامتحان، ولا من بداية السنة تبتدي تكون؟ بداية السنة. بداية السنة. أقدر أسأل يعني أنت كم عدد تلميذات الصف عندي؟ 33. وانت ايش كترتيبك في الفتره يعني اللي مضت؟ 10 من 33. انت تعتقدين كويس ولا المفروض تكونين احسن؟ زين، لانه في المجموع كله اكون 10 من 125 طالب. يعني من 125 يعني طفل وطفله في الاولى متوسط في المدرسه، انت طالعه العاشره. طبعا زين، كل زين. عموما احنا نبي الاهالي يكونوا يسمعوا كلامك الحين، وراح نشوف اختك الثانيه بعد الحين وهي تقول لنا اسمها بصوت عالي. غادة حمد البحر. غادة حمد البحر. طيب يا غادة انت باي صف؟ ثانيه متوسط. ثانيه متوسط. انتوا كم يعني كم ثانيه متوسط في المدرسه؟ أربعة. عددكم ايش كنت تعرفين عدد يعني طلب اطفال اللي موجودين؟ كل ثانيه متوسط؟ لا كلكم الاربعه تفصل ثانيه متوسط. 130. 130. طيب انت بالفتره اللي مضت ترتيب ايش كثر كان على 130؟ 19. ممتاز جدا، يعني انا شايفه المستوى كل زين. طيب هذا يرجع يعني تقدرين تقولي لي غادة يرجع حق شنو؟ ليش يعني مثلا الطفل يقدر يجيب يعني ترتيب زين؟ شلون يقدر الطفل يدرس ويراجع حق الامتحانات؟ يعني وقت الامتحانات يشد اكثر ولا بس من بدايه السنه؟ من بدايه السنه. طيب غادة انت الحين يعني مو طفلة صغيرون عشان يعني نسألك مثل ما نسأل الأطفال، أنت ثانية متوسط طبعا أكبر من الأطفال الصغار. في شيء تحبي تقولينا للأهل يعني وأنت جاية هني للتلفزيون أول مرة ولا؟ إي أول مرة. أول مرة بالتلفزيون الجديد ولا يعني أول مرة من؟ أول مرة. أول مرة في التلفزيون. طيب شنو شفتي يعني وإحنا نسوي البرنامج؟ احكي لي يعني احكي لي شنو شفتي أو إيش شنو شيء تحبين تقولينا؟ صعب تصورون، يتعب التصوير يعني. يعني صعب على اللي يصورون ولا على الأطفال اللي ينتظرون ولا على المجموعة ولا شنو؟ اللي ينتظرون. يعني أنتوا تعبتوا وايد عشان يعني ظليتوا مدة طويلة؟ لازم يضبط، لمن يضبط. طبعاً ما يصير يعني يقدرون يعني يقولون يلا نبتدي تطلع يعني الصورة حلوة إلا لما يكونون يعني مضبوطة تماماً. أنا حتى نفسي ما أعرف إيش كثر يعني ناس وايد تشتغل عشان تطلع برنامج نص ساعة مو كذي. لكن أبي أعرف يعني شعورك، هل أنت مضايقة مثلاً والأطفال؟ لأن نطرتوا 3 ساعات عشان تسجلوا معنا حلقة ولا شلون؟ مو مضايقة. ليش؟ يعني عارف ليش؟ بس مو مضايقة. مو مضايقة يعني لأنه بتشوفين روحكم مثلا في برنامجكم الجمعة ولا شلون؟ يمكن. يمكن. طيب هذا شنو شيء تحبين تقولينه لإخوانك؟ يعني أنت أكبر للأطفال الصغار، شو تحبين تقولين؟ يدرسون يراجعون إي. يعني ويقرون الكتب الإنجليزية والعربية. الكتب الإنجليزية. طيب الأطفال الصغار اللي بعد ما يقرون شنو تقولي لهم؟ اللي بس يفتهمون الكلام طبعا اللي تقولينه. لا تشطنون. أنت عندك شيخ ولا أخت صغيرة؟ إيه. تشطنهم وايد؟ هذه مي شيطانة يعني، ايش كثر عمرهم؟ 4 سنين. 4 سنين ما تعتبر شيطانة، تعتبر حركة من طفل صغير مو جدي. على كل حال الأطفال يسمعون كلام الكبار ويقدرون كل ما يقال لهم، فسمعوا انتم الاطفال 4 سنين 5 سنين لا تعبثوا وايد في البيت عشان ما تزعل منكم لا غاده ولا اخوانكم اللي كبروا. غاده زين. طيب شكرا غاده، وراح ننتقل الحين الى ايضا احد الاطفال اللي موجودين معانا اسامي يتيم. حياك الله. يلا قول لي اسمك حبيبي وانت باي صف؟ مبارك عصام الرفاعي. مبارك؟
عصام الرفاعي. عصام الرفاعي من بأي صف؟ ثاني متوسط. انت يعني من اول ما دخلت مبارك دخلت المدرسه الانجليزيه ولا كنت في مدرسه ثانيه قبل؟ لا من المدرسه الانجليزيه. يعني من اول ما دخلت يعني بالصف معكم بنات وصبيان مع سوا؟ ايه. زين شلون يعني تعاملون داخل الصف انت طبعا مع بنات وصبيان مع وكلهم يعني مو مثلا يكونون تعرفهم الا من خلال المدرسه، شلون تتعاملون داخل الصف؟ نتعامل كأخوة يعني بكأننا بالبيت. كأنكم في البيت. خوش كلام. طيب مبارك الحين أنت في يعني في البيت لما يعني مثلا أختك تحاول مثلا تضايقك شوية أو تلعب معك وشذي، أفرض حصل هذا بالصف، بنية من البنات مثلا خذت مساحتك أو حاولت تضايقك، شلون تتصرف معها؟ أنا أنصحها كأنها أختي يعني الصغيرة. كأنها أختي، هذا اللي أنا أبي. دائما إحنا عموما يعني يعني نحب نكون صداقاتنا وتكون يعني دائما إحنا أخوان. زين شنو تحبي تقول الأطفال بعد؟ أن يسمعون يعني كلام أمهم وأبوهم عشان الله يرضى عنهم والناس يرضى. حبيبي أنت عشان الناس فعلا عشان الله سبحانه وتعالى يرضى علينا لما نسمع كلام الأم والأبو. وينكم؟ أنا شايف يعني مجموعة كلهم مبسوطين يعني مع بعض وفرحانين عشان أول مرة يجون هنا. هل أنت نفس الشيء يعني تحس هالشعور ولا شلون؟ زين ماكو شيء لما تشوف برنامج يوم الجمعة ماكو شيء تحب تقول والله هذا ما نبي يكون في البرنامج ونبي يكون غيره أو شنو يعني ما تحب؟ لا يعني كل شيء اللي حط البرنامج أشياء مفيدة لنا. أشياء مفيدة لكم. ماكو شيء مثلا ما يعجبك في البرنامج تحب نشيله ونحط شيء غيره مثلا؟ زين في برنامج التلفزيون كله اللي في ساعات طويلة للأطفال معدين في يعني مسلسلات أجنبية فيش هذه يعني تشوفونها كلها ولا؟ إيه شوف يعني الأفلام اللي تفيدنا أكثر شيء. الأشياء اللي ما تفيدكم ما تبونها؟ لا. طيب يعني الوقت متى تنامون تقريبا؟ الساعة كم بالضبط غادة أنت؟ طويلة أنت أدري أنا صغيرة ثانية متوسط عمرك يعني ما كملتي 12 سنة بس ما شاء الله يعني طويلة. غادة الساعة كم النوم بالضبط يعني تنامين ولا تسهرين؟ ما أنام بالضبط. يعني ما تنامين ساعة معينة؟ لا. تسهرين ال 12 ل 11 مثلا؟ أكثر شيء 11. أكثر شيء بس يوم ترى بالعطلة ولا كل وقت يعني؟ لا يعني بالعطلة أقدر أسهر بس المدرسة العطلة ما قعد أكثر من الساعة 11. عموما إحنا سعداء فيكم أحباء الصغار كلكم، والمجموعة اللي عندنا راح يسمعون الآن أغنية